بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة المتكررة من أمثال متى سيصل الطارق، وقد أجبت عن هذا مرارا وتكرارا، وشرحنا لماذا لا يمكن أو من المستحيل تقدير حتى موعد الوصول، والدليل أن وكالة الفضاء العالمية أعطت تقديرات من قبل وقالت نازا سنة 2017، بينما وكالة الفضاء الروسية حددت سنة 2021، وجميعها لم يتحقق تقديرها. لماذا؟ لأننا نراقب جرما لا تنطبق عليه قوانين الحركة ولا أي قانون من قوانين الفيزياء الفلكية، جرم مسير من طرف من أرسله ليكون آية للناس، ويتساءل آخرين أين هو الآن؟ إنه في مكان ما بين زحل والمشتري، ما بين مداري زحل والمشتري، وتقديرا قد يكون دخل ثلث الأخير ما بين هذين المدارين. هذين العملاقين أو عملاقي المجرة هما من يعيقان حركته وتصارعه. أما البعض فبدأ يكتب في التعليقات ويقول أنه خلف الشمس. الذي يكتب مثل هذه التعليقات ويظن أنه وراء الشمس فهو مغيب، وتم حشر عقله بخزعبلات كنا حذرنا وكنا نحذر منها منذ مدة. فإذا كان وراء الشمس، أين دليله ليتحقق لدينا النجم ذو الذنب أو النجم المذنب؟ ولا تقول لي أنه اقترب من الشمس ولم يتكون الذيل بعد، أو أعطينا تفسيرا كيف سيتكون ذيله ونراه إن لم تكن أشعة الشمس هي التي ستشحن الغبار المحيط به والبلازما، الغبار والبلازما التي يجرها من خلفه. فما هو تفسيركم لأنك حين تقول أنه وراء الشمس يعني أنه في الحضيض الشمسي، فأين هو الذيل؟ وما هو التفسير العلمي لعدم ظهوره؟ وكيف سيتكون وسيظهر؟ لأننا نعلم من الجانب الديني وكذلك العلمي أنه كوكب ومذنب ونجم، وكذلك علميا كما قلنا فلديه خصائص النجم وخصائص الكوكب، وكذلك لديه ذنب طويل وذيل طويل فهو مذنب كذلك، ونعلم أنه سيظهر كعمود نار، وبعدها عند وصوله إلى الحضيض الشمسي ستطلع مع الشمس آية يضيء لأهل الأرض كالقمر ليلة البدر، وهذا بعد تجاوز الحضيض الشمسي سيراه أهل الأرض جميعا كأنه شمس ثانية أو كأنه قمر بدر. وأما من جهة تأثيراته فلو تجاوز المشتري لقامت الدنيا ولم تقعد. نحن نلاحظ تأثيراته الآن، التأثيرات القوية على الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، ونعلم أن المشتري يمتص غالبية قوته، وكذلك بعده ما زال بعيدا جدا، هذا البعد يكسر قوة الضربات، فما بالك حين يصل إلى الحضيض الشمسي كما يدعون. وهذا الحضيض الشمسي عند الوصول إليه يبقى أمامنا 3 أشهر على أكبر تقدير ليصل إلى الحضيض الأرضي. فما يجري الآن على حقلنا الكهرومغناطيسي من تشوهات حقلية شديدة كما نرى في الصور وكما نراقب يوميا، ليس بشيء أمام ما سنراه مستقبلا حين تجاوزه، بل سيعتبر كل هذه التشوهات الحقلية التي نراها الآن ما هي إلا حركات تسخينية ولم يبدأ اللعب بعد. وما نرى الآن من تفريغ لهذه الطاقة
المختزنة عبر زلازل وصلت مؤخرا إلى 7.2 التي سجلت في البيرو يوم الخميس، وكذلك 6.7 سجلت ببوليفيا، و 6.9 بجزر شرق أستراليا. هذه التفريغات تعتبر بسيطة أمام التفريغات التي سنراها والشحن الذي سنراه حين يتحقق الشرطين المتلازمين، وهما الانهيارات الحقلية المتقاربة والمتتالية التي ستوصل الأرض إلى الإشباع التام، ثم يتبعها زلازل جد ضخمة وتسمى بزلازل الميغا ريختر. هذه زلازل الميغا ريختر لن يستطيع سلم ريختر تسجيلها، بل ستقدر قيمتها فقط، لأن مقياس ريختر يتراوح ما بين 1 درجة إلى 10 درجات، ولم تسجل 10 درجات لحدود الساعة في تاريخه، وأعلى ما سجل هي 9.5 درجة. لكن زلازل الميغا يقدر أنها ستصل إلى قوة 15، وسنراها كعلامة تخبرنا بتجاوز الكوكب المذنب مدار المشتري وتحرره من عملاق المجرة، ليبقى أمامه كويكبات قزمية، وهناك عندها سيزداد تصارعه وقوة تأثيراته، وعندها لن نعرف بعدها هذا العالم الذي نعرفه الآن. وأما بالعودة لما يقع من حولنا، فإن تأثير الطارق نيبيرو على حقلنا المغناطيسي قوية ودائمة، وكما ترون في الصور فإن ثنائي القطب المغناطيسي يتم جذبه إلى الأسفل بقوة وبشكل جد واضح مع استمرار التشوهات على خطوط الحقل الأرضي. وكلما اقتربت الأرض إلى الانزياح المداري في اتجاه أقرب نقطة مدارية، وكلما اقتربنا نحو الانقلاب الصيفي، كلما زاد تأثير قبضة الطارق وقوة وشدة تأثيراته. ويلاحظ معنا التسرب الهائل للطاقة داخل الأيونوسفير الأرضي، وأيضا تواصل البيانات بالهبوط أو الصعود النقطي المتقطع، مما يدل على أن الأرض باتت أسيرة لحقل دخيل مجهول يمسك بها الآن من الجوانب، ويقوى أكثر نحو التقدم الزماني بنا عندما يتكسر القطع المكافئ أو القوسي الذي يصد الرياح الشمسية مع الدرع الأرضي، فهذا يدل على حدوث انهيار حقلي تام. نستدل به أيضا على قوة النبضة المعاكسة وجهة المنبع الآتي منها، فالأرض لن تسكت بتاتا وسترينا وستعلمنا بما يجري من حولنا في السماء. وكما نرى فحقلنا المغناطيسي الدائم التشوهات يسمح للطاقة بالدخول إلى الغلاف الأيوني الأرضي الذي يشحن بطاقة قوية كما يظهر في الصورة أمامنا. حزام من الشحن المتطرف يلف خط الاستواء، بل يكاد يعم الأرض كافة، وهذا ما نراه يترجم إلى شدود مناخ متطرف بدأ الجميع يلاحظه، وزلازل قوية تضرب خط النار بالمحيط الهادي، وصدع أندرياس بدأ ينشط، والإخفاء الممنهج للبيانات وتغيير قيم الزلازل واضح وبدأ يتضح أمامنا. فمثلا زلزال البيرو في بعض التطبيقات أعطيت له قيمة 7.2، وفي أخرى أعطوا له قيمة 7.9، وهذا هو الفارق الذي كنا نتحدث عنه ودائما ما أقوله، بزيادة 0.5 درجة
على القيمة التي يعطونها، لأنهم يتلاعبون بقيم الزلازل. فالإخفاء ممنهج والتلاعب ممنهج كما قلت في قيم الزلازل، ذلك لإخفاء أن هناك شيء ما يجري من حولنا ليس بالعادي، وهذا ما يحاولون بكل ما أوتوا من قوة إخفاؤه عنا. لكن الأرض ستتحدث رغما عنهم، حتى لو قطعوا وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، فالأرض ستعلمنا بوصول هذا الزائر. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.